تكلم قداسة البابا اليوم على الشهداء وغيرتهم الإنجيلية، وقال: الشهداء هم الذين بذلوا حياتهم من أجل المسيح. بعد جيل الرسل كانوا هم شهود الإنجيل بامتياز، وكان أولهم الشماس استيفانوس، ويجب ألا ننظر إليهم كأنهم أبطال تصرفوا بمفردهم، بل هم ثمار ناضجة ويانعة في كرم الرب يسوع. وبصورة خاصة إن المسيحيين الذين كانوا يشاركون باستمرار في الاحتفال بالإفخارستية قادهم الروح القدس إلى أن يؤسسوا حياتهم على سر المحبة. أعني أن الرب يسوع بذل حياته من أجلهم، ولذلك هم أيضاً عليهم أن يبذلوا حياتهم من أجله ومن أجل إخوتهم. لذلك فالشهداء هم الذين أحبوا المسيح في حياتهم واقتدوا به وفي موته. هم أكثر عدداً في وقتنا هذا مما كانوا عليه في القرون الأولى، على الرغم من أن الاستشهاد لم يعطى إلا لقليلين، إنما على الجميع أن يكونوا مستعدين ليعترفوا بالمسيح أمام الناس وليتبعوه على درب الصليب. وقال قداسته: في اليمن، الأرض التي تعاني من حرب طويلة ومنسية، قتلت عدة راهبات كنا يقمن بأعمال المحبة، قتلنا بسبب إيمانهن مع بعض المسيحيين والمسلمين الذين كانوا يخدمون بمحبة معهن. فشهادة الدم إذن يمكن أن توحد أشخاصاً من أديان مختلفة. العذراء رشوا الياسمين، رشوا الورود يا لبنانيه. بدعوه من الرهبنه الكرمليه في حيفا اقيمت المسيره السنويه التقليديه المعروفه بطلعه العذراء، تكريما لامنا مريم العذراء سيده الجبل، حيث انطلقت المسيره من ساحه كنيسه اللاتين مرورا بشوارع حيفا والبهائيين، وصولاً لساحة كنيسة ستيلا مارس على رأس الجبل الذي يطل على بحر حيفا. وترأس المسيرة غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا، وعدد من المطارنة والكهنة والراهبات والشمامسة والمعهد الإكليريكي، وبحضور ممثلي المؤسسات وعشرات المجموعات الكشفية التي شاركت في الاحتفال، وآلاف من الحجاج والوفود من مختلف المناطق. Moment for the life of all the Church of Holy Land, from all the parishes, all the communities, all the rites, all the churches, all together with the Virgin Mary here. This is a wonderful moment of unity of all the Christian community of Holy Land, thanks to the Holy Virgin of the Carmel here in Haifa. أنا طبعا بشارك في المسيرة منذ الطفولة لأنه أنا ابن حيفا، وخاصة لما كبرت شوي كنت أنظم مشاركة أولاد الخدمة من رعية مار يوسف للاتين، فطبعا هذا إشي مؤثر نشارك في هاي المسيرة، مسيرة حول أمنا مريم العذراء. وطبعا لما كبرت كمان انا كنت اهتم بكل الجانب الاعلامي للمسيري،
واليوم يعني أعطيت المجال للآخرين. طبعا أنا بشكر الرهبنة الكرملية على تنظيم هاي المسيرة، وشكرا للنور سات على التغطية في على الأقل على هذا الحدث اللي يعد من أكبر الأحداث عند المسيحيين في الأرض المقدسة. طليت العذراء رشوا الياسمين، رشوا القرود يا لبنانيين. وبسواعد المؤمنين تم جر تمثال أمنا مريم العذراء بحبال من قبل المؤمنين، وبعدها حمل على الأكتاف مع تلاوة السبحة الوردية. مهللين ومرتلين، حييتي ملكة السماء يا أمنا، في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم. ومجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب. يا مريم قلبك ينبوع الحب بطريق الموجوع، يا مريم قلبك ينبوع الحب بطريق الموجوع، قومي لابن يسوع عن شعب ما يتخلى، قومي لابن يسوع عن شعب ما يتخلى. نحن موجودين اليوم بصلوات واتحاد للوحدة المسيحية. طبعا عندنا العذراء الصوفانية مثل ما انتم شايفين، هي انبوع الزيت اللي السماء أملت علينا وأعطتنا بإكرامها عن طريق أختنا ميرنا الأخرس من سوريا من حي الصوفانية. فاليوم احنا مشاركين كمجموعة بأفراح من العذراء لتساعدنا تعطينا القوة احنا وهي المجموعة اللي انت شايف فيها هنا. هذه المسيرة التقليدية التي استمرت لأكثر من 3 ساعات مشيا على الأقدام، لتنتهي بصلاة وأخذ البركة من غبطة البطريرك والمطارنة والكهنة على وقع تراتيل أمنا مريم العذراء. فاقبلي منا يا سيدة الكرمل هذا التكريم، وتقبلي طلباتنا وتشفعي لنا. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة ستيلا ماريس حيفا. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى. احنا هاليوم الاول نلتقي فيه تحت شعار مبنيون معا، وهذا المجمع هو عمليا زي الهيئه العامه للمجمع الكنيسي اللي بيجمع مرسومين وعلمانيين لتداول امور الكنيسه وخدمتها ومؤسساتها في اقطار المطرانيه المختلفه.
ويكونوا كهنة حقيقيين للمسيح. وأنا بشوف تعبهم وببتحنهم مرات، البعض منهم بنجح والبعض بكل أسف برصد. حزني بيكون كبير على هؤلاء البرصدوا يا ابني، لأني مرات عمدا مع المسيح كل إشي يا ابني بيكون موجود. عشان هيك يا ابني إغناطيوس، تمنياتي لإلك هي كبيرة، مكانتك في قلبي هي كبيرة، وعشان هيك اخترتك للكهنوت، اخترتك للكهنوت في زمن صعب يا ابني، هذا بده يكون معروف. وانت لبيت الدعوة وتركت أشياء كثيرة، بدي أهنيك للي تركته لأنه تركت أشياء كثيرة، ولكن بنفس الوقت بدي أحكي لك اللي تركته وأي شيء رح تتركه في حياتك في المستقبل ولا شيء أمام نعمة الكهنوت يا ابني. خطيانا حتى نقدر نلبس المسيح ونكون أبناء للحياة الأبدية في المسيح ربنا وإلهنا. جعله لك عبدا كاملا لأن لك الملك والقدس أيها الإله. يا ابني هاي الثقة اللي فيك هي مستمدة من تقواك، من محبتك أنت وأهلك وغيرتك للكنيسة ولخدمة الكنيسة. شفتك وانت تدرس اللاهوت، وشفتك في كتير مراحل من مراحل حياتك، اما لما كنت في اليونان او في دير دبين. اللي بطلبه منك انك دائما تجتهد الجهاد الحسن وتجتهد اكثر واكثر حتى تقدر انك تكون زي ما بده اياك المسيح، نور وملح على الارض. ربنا يا ابني يكون معك. أتت الساعة يا ابني اللي فيها رح تدخل لمجد ربنك، تعال يا ابني لفرح ربنا. لولا الروح ما أصبح رحمنا الله القدير، غفر لنا سلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. لولا النور ما حفلة التثبيت جميلة، واللباس الأبيض جميل، وحضور الله في حياة أطفالنا أجمل وأجمل. حفلة التثبيت هي أيضا مناسبة جميلة يلتقي فيها الأتراك أو المطران مع أبناء الرعية، مع كل أهالي الأطفال. تثبيت هؤلاء الصغار في إيمانهم الذي ورثوه عن أهلهم وتثبيتهم في العادات الحميدة الأصيلة ضرورة هذه الأيام، ضرورة لا بد منها. فلا نتركهم في منتصف الطريق، الطريق وعرة والحياة المسيحية أصبحت صعبة. وإذا لم ينتبه الأهل والمدرسة والمجتمع لحماية هؤلاء الأطفال من هذه الأخطار، سرعان ما يتبخر مفعول هذا الاحتفال، ولن يبقى منه إلا الذكرى
والصورة الجميلة مع الأهل والأشبين. ننتبه، لن نستطيع وحدنا، كبار وصغار، أهالي وشبين، لن نستطيع وحدنا أن نقف في وجه التحديات والأخطار الأخلاقية التي تغزو البلد بقوة إعلامية يصعب الصمود أمامها إذا لم نكن مسلحين أخلاقيا ودينيا وثقافة. وعليه نحن بأمس الحاجة إلى نعمة إضافية من الله، نحن بحاجة إلى عطايا الروح القدس، ولهذا السبب وجد سر التثبيت يثبتنا في إيماننا، في مبادئنا، في كفاحنا، فلا نخاف من التحديات. سيادة أخي الأب الدكتور بشير، اترك الساحة لخبرته ولتعاطيه. مساء الخير أبونا. مساء النور وصح مجيد سعيد، وبادلك تحية الفصح الجميلة من المسيح قام حقا قام لك ولكل المشاهدين. نتوقف عند العائلة في هذه الأرض المقدسة، العائلة بالمطلق، ولكن ننظر إلى العائلة المسيحية، وليس العائلة المسيحية بالمطلق، العائلة المسيحية هنا وفي أمريكا في فرنسا، ولكن العائلة المسيحية في هذا المشرق على امتداد مؤسساتنا ومجتمعاتنا وجماعاتنا الموجودة هنا، وأيضا في من جمهورنا في بلاد الاغتراب. كيف ترون واقع العائلة المسيحية الآن؟ أنت الأب الذي اختبر من خلال هذا الاقتراب مع العائلة. عندما كنت في روما للدراسة حقيقة اكتشفت أن الإنسان هو الإنسان، والعائلة هي العائلة في كل زمان وفي كل مكان، وتعاني في كل الأماكن تقريبا في البعد الأنثروبولوجي، في البعد الإنساني، والتحديات الثقافية المعاصرة اليوم اللي جعلت القرية العالم قرية يعني متقاربة، ولكن في خصوصية لكل بلد، يعني في خصوصية ثقافية تقليدية في كل بلد. إنما العائلة في كل مكان مقدرة، محترمة، مقدسة بالتنظير، ولكن قليلون من يعملون من أجل خيرها. يا سلام. أوكي. فلنتفق، الكل بحب العيلة، والكل يكتب أجمل الأشعار والنثر والوعظ والإرشاد حول العائلة،
ولكن قليلون من يشمروا. أيوة. ويعملوا مش فقط من أجل العائلة ولكن مع العائلة. نحن كثير بنحكي عن العائلة ولكن قلما نعمل مع العائلة. لذلك العمل الرعوي هو هذه الشراكة، والكنيسة لا ترى العائلة مشكلة يجب دراستها وتحليلها، إنما تجد فيها، دعني أجد الكلمة، شراكة متبادلة للخير والمنفعة للمجتمع ولها وللعائلة. لذلك العائلات في كل مكان، أو العائلة في بلاد وفي غيرها، تعيش كما يقول التقييم الختامي للسنود السنة 2014-2015، هنالك أضواء وهنالك ظلال، بمعنى هنالك أفراح وهنالك أحزان. في كل عائلة في بلادنا الحمد لله بشكل عام أمور العائلة يعني أفضل من أماكن كثيرة كإطار اجتماعي ما زال يسندها. أوكي؟ يعني الإطار الإنساني التقليدي في بلادنا في نوع من التضامن، المجتمع ما زال يسند العائلة. أوكي؟ كإطار عام، ولكن كحافز أو كرادع صدق في بلادنا أظن الأمرين، أمرين الأمران متوفران. نعم. في بلادنا مرات نحتاج هذا الحافز السند. نعم. ونجده. نعم. وفي بعض الأوقات تحتاج كأب أنه لن تظهر صورة الأب المسؤول والذي قد البعد الاجتماعي يتوجه بقوي بكلمة بكلمة أن يقول، لا أقول الأب يعني لكن أرى المجتمع كصورة عامة أنه المجتمع يردع بعض السلوكيات. أنا نعم. بهذا المبدأ نعم، وهذا الردع هو للمحافظة على الخير العام. دكتور عود السويس، صباحك نور دكتور، شاكر حضورك ووجودك معنا، منور الاستوديو نور سعد، الله يسعدك يا رب. قبل الحديث مع الدكتور وايضا نحكي نبدأ عنه، بحب انه ابارك للجميع في هذا الشهر المبارك، شهر تكريمنا لمريم العذراء. سوف نتحدث عن ماذا خصصت الكنيسة في هذا الشهر المبارك اللي من نكرم فيه سيدتنا مريم العذراء. وجدنا أنه نشوف كيف العلمانيين والملتزمين عم بكرموا ويرون هذا الشهر المخصص لتكريمها، كيف يعيشون هذه الخبرة وماذا تعني لهم سيدتنا مريم العذراء. الحديث عن مريم العذراء من المنظور العلماني فنسميه. نعم. وليس المنظور اللاهوتي. نعم. مسألة أنا بعتقد كثير مهمة، أنه هذه لها علاقة بجملة الإيمان اللي هو الموروث وغير الموروث. نعم. يعني ومن هون تأتي أهميتها. العذراء هناك محطات مهمة. نعم. في الإنجيل وفي السيرة الإيمانية لابد أن نقف عندها لنسلط الضوء على ماهية العلاقة مع العذراء. نعم. مثلا نبدأ عند
مجيء الملاك بشارة. نعم. بشارة السيد العذراء وقال لها السلام عليك يا مريم. فكانت جواب العذراء بعد استلام رسالة الملاك هأنذا، وهأنذا باللغة العربية دليل أنني على استعداد لما تقول، لا على استعداد. نعم. لأن أندفع منفذا ما تقول. نعم. فكلمة أنا بتقديري، وهذا اجتهاد مني وأنا لا أتكلم لاهوت، وهناك أساتذة كبار في هذا. نعم. المجال، هذا ليس مجالي، لكن أعتقد أنه لولا هأنذا لما كان أبانا الذي. نعم. وهذه مسألة كثير مهمة، لأن انطلقت الحكاية منها أنذا، من هذا الاستعداد الفطري الإيماني العميق لمريم العذراء، انطلق من هذه النقطة ليؤدي في النهاية إلى نقطة جميلة جدا، وهي التي فعلا توجت في النهاية العمل الخلاصي في أبانا الذي والفداء والقيامة. فإذا من هون منقول إنه هذا الاستعداد الإيماني لدى العذراء نتمنى أن ينسحب على إيماننا نحن، أن نكون مستعدون لأن نلبي نداء الرب، أن نكون قادرين على تنفيذ ما يوحى إلى المخطط الإلهي بأن ننفذه نحن، سواء مباشرة أو غير مباشرة لدى هذا الإنسان. لذلك أن نندفع بإيمان حقيقي راسخ ثابت نحو مشيئة الله وما يريده الله لنا خلاصيا، وما يريده الله لنا كيف منهجية الحياة وكيف منهجية الإيمان أن تكون. سيدتنا مريم العذراء كانت عندما كانت تتكلم أو تستقبل رئيس الملائكة عندما بشرها، هي كانت مملوءة من الروح القدس. نعم. منذ ولادتها. نعم. فكانت هي حافظة لهذا شو بدي أقول لك، النعمة الكبيرة. هي كانت ممتلئة نعمة، لما تقول ممتلئة نعمة وليس ببعض الترجمات الغربية المنعم عليها، ليست المنعم عليها، يعني المنعم أي إنسان ممكن كل قديسين وهيك، وإحنا منعمين علينا في النعمة من عند ربنا، لكن هي الوحيدة الممتلئة نعمة اللي قالها الملاك عند تبشيره لمريم العذراء، فقالها السلام عليك رئيس الملائكة، يعني زي ما تقول الضابط الكبير الرأس الكبير رئيس الحرس والجيش الممتلئة نعمة، قالها السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. نعم نعم. وبعدين بارك على المباركة من بين النساء، يعني أنت الوحيدة. نعم. المرأة المباركة من بين صحيح النساء. صحيح. فكيف لبعض الحركات المتطرفة إنها تغيب هذا التكريم لسيدتنا مريم العذراء وتقول إنها كانت قناة لإيصال السيد المسيح وليست هي الجوهر؟ وهناك تعرف دكتور مغالطات، وفي كتير أسئلة عم تجيني على الصفحة وعلى هذه الحلقة عن هذه الأمور عن مريم العذراء، أننا نضيع الجوهر من خلال تكريمنا لسيدتنا مريم العذراء وعدم، أنت بعت حكيت كلمة الشفاعة والوساطة أنها هي وسيط، فبقول لك أنه أنا لا أريد أي وساطة بيني وبين الله، أنني أريد أن أكون مباشرة علاقتي مع الرب، وهذه بعض المقولات التي نسمعها من هنا وهناك، يعني أنا بعتذر عنها وبعتذر أنه تكون شوية حادة بالحكي. واضح تماما أننا لا نقصد الانتقاص من شفاعة المسيح، المسيح. نعم. هو الشفيع الأكبر والأوحد. نعم. وهو رب الإله المخلص. نعم. الفادي. نعم. يعني لا أحد يحدث هذا الالتباس. نعم. نحن نتحدث عن أن هناك شخصية مقدسة اسمها العذراء، هي أم لنا وأم للكنيسة، ترعانا كأبناء لها ونلتجئ إلى حضنها طلبا للرحمة من الله، لأنها لها حظوة خاصة عند المسيح. نعم. هذه المسألة في غاية الأهمية، ولا يجوز الخلط هنا من باب إنه يعني، لأنه الخوف وين؟ الخوف إنه عندما نحن يعني ننكر شفاعة العذراء بالمعنى الواسطة والأم والعلاقة الأمومية الحميمية، عندما يتم إنكار هذه العلاقة وكأننا ننتقص من قدسية العذراء. نعم.
فهنا هنا هذه الالتباس يجب أن ننزع وأن نكون واضحين وصريحين. نكرر، نحن لا نعبد العذراء لكنها أمنا، لكننا أبناؤها، نلتجئ إليها كما يلتجئ الطفل إلى أمه طلبا لأي غرض لأي شيء. وعندما يريد أن يطلب شيئا من والده يلجأ أي طفل إلى أمه أحيانا لكي تتوسط لديه لدى والده. هذه العلاقة كثير مهمة أن يتم ترسيخها وفهمها لدى الناس.